انطلاقا من أهمية شبكة الطرق في دعم مخططات التنمية، كشفت وزارة النقل أن إجمالية تكلفة مشروعات السكك الحديدية والطرق والكباري بلغت 173 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع الهام. وأضافت الوزارة أنه يجري استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة تصل إلى 85 مليار جنيه، بجانب إنشاء 10 محاور جديدة لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بنحو 20 مليار جنيه. وفي قطاع السكك الحديدية يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات ب 12.6 مليار جنيه. وتشمل الخطة أيضا التطوير الشامل لنحو 1100 مزلقان وتطوير 156 محطة ب 2.5 مليار جنيه و1000 كيلومتر من خطوط الشبكة بنحو 5 مليارات جنيه. كما تسعى وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من عدة خطوط جديدة بشبكة مترو الأنفاق لنقل نحو 9 ملايين راكب يوميا داخل القاهرة الكبرى. إذن جهود الدولة في تطوير وتحديث منظومة النقل وما تضيفه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، في هذا الحوار مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وكل سنة بحضرتك بألف. وأنت بالصحة والسلامة ربنا يخليك. دكتور حسن، طفرة في الطرق والمواصلات في مصر في اللحظة التي نتحدث بها، كيف تراه؟ يعني يرى المواطن العادي غير المتخصص أن هناك طفرة حدثت في منظومة النقل بشكل عام والطرق بشكل خاص. فمن خلال المشروع القومي للطرق استطعنا أن نضيف ما يقارب 7000 كيلومتر طولي من الطرق الحرة المرصوفة التي تعد جيل تاني من الطرق بها أعلى معايير الأمان المروري والجودة، وتم أخذ التوسعات المستقبلية في الاعتبار. وهذه المشروعات كان لها تأثير مباشر في خدمة أغراض التنمية المستدامة. لو اتكلمنا على مجتمعات عمرانية جديدة لابد كان يكون في شبكة طرق علشان نقدر نبني مدن جديدة أو نتوسع في مدن قائمة. لو بنتكلم على تنمية صناعية وإنشاء مناطق صناعية واستغلال الثروات الطبيعية للدولة كان لابد من وجود محاور للنقل والطرق بشكل عام للوصول إلى هذه المناطق، لأن احنا عايشين على 7% من مساحة مصر. فمع الزيادة السكانية اللي وصلنا لحوالي 104 مليون كان لابد ان احنا ننتشر أفقيا وان يكون في عندنا ظهير صحراوي لكل محافظة من محافظات الصعيد على سبيل المثال. هناك عدد من المحاور اللي الدولة شغالة فيها بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه مصري في الوقت الحالي لربط شرق وغرب النيل، الطرق السريعة في شرق وغرب النيل. وهذه الوصلات العرضية هامة جدا لأنها بتخلق مساحة للتوسع لأهالينا في هذه المحافظات، علاوة على منطقة سيناء وما حدث فيها من إنشاء أنفاق في جنوب بورسعيد وشمال الإسماعيلية، تعتبر تغيير في ديموغرافية سيناء. والضمان الأساسي للأمن في شبه جزيرة سيناء هو التعمير، والدولة تعلم ذلك وتعمل جاهدة على الانتهاء من هذه المحاور التي ستغير من نمط العمران واستدامة الخدمات في هذه المنطقة العزيزة على أرض مصر. ده في مجال الطرق. في مجال المواصلات بشكل عام داخل المدن عندنا الخط الثالث لمترو الأنفاق جاري استكماله، يمكن هناك يعني مشاهد لتفقد وزير النقل والمسؤولين للمنطقة الجاري العمل بها في مصر الجديدة. وإن شاء الله تعالى سيصل المترو قريبا إلى مطار القاهرة، وهيكون ليه مردود كبير جدا على تخفيف الزحام المروري اللي موجود في القاهرة الكبرى. ده بخلاف مشروعات القطر الكهربي. طبعا القطار المكهرب ده هيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالتجمعات العمرانية الشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان بطول تقريبا 55 كيلو متر، وهيكون ليه مردود على ان هو يقلل من الزحام المروري لان المدن الجديده دلوقتي بقى فيها نسبه اشغال عاليه. و ده غير الخطوط السته لمترو الانفاق اللي المفروض طبعًا ان احنا بنسير طبعا مترو الانفاق قصه، والقطار المكهرب ده موضوع اخر.
جاري العمل في مرحلة الدراسات بتاعته، وأخذ في الاعتبار حتى في إنشاء المشروعات المتصلة به زي الدائري الأوسطي، تم ترك مساحات لتمرير هذا القطار بحيث لا نحتاج إلى إنشاءات جديدة عند البدء في هذا المشروع عمليا. هناك أيضا المونوريل الموجود لربط، أو يعني دراساته قربت على الانتهاء لربط السادس من أكتوبر والشيخ زايد بمحور روض الفرج، وده برضه هيقلل من الكثافات المرورية اللي موجودة في محور 26 يوليو والاختناقات، لأن في كتير من الجامعات والمدارس وحتى قاطني مناطق السادس من أكتوبر والشيخ زايد معظمهم ليهم علاقة عمل أو دراسة أو خلافه بباقي إقليم القاهرة الكبرى، فده لتقليل الكثافات. طبعا بالإضافة إلى مشروعات الطرق الجديدة ومشروع المترو الجاري العمل فيه، الدولة لم تنسى مشروع صيانة شبكة الطرق القائمة، ويمكن كان في توجيه من سيادة الرئيس أن احنا لابد أن احنا نهتم وندرس الحاجة للصيانة الكباري والطرق اللي موجودة صحيح، وخصوصا داخل المدن والمحافظات. ويمكن سيادة الرئيس قال لابد ان احنا نبقى خلال شهر عندنا تصور المنشآت السليمة ناخد بيها شهادة من المختصين، وما يحتاج الى اصلاح او صيانة نكتب روشتة ايه اللي مطلوب فيه علشان نبتدي في مرحلة اخرى وهي اصلاح شبكة الطرق اللي موجودة القائمة، حتى لا نضيف أجزاء جديدة للشبكة ونفقد بإهمال الصيانة أجزاء أخرى. فإذا الدولة شغالة على محورين، بتبني طرق جديدة وبتعمل صيانة للحفاظ على ما هو موجود. وزير النقل دكتور هشام عرفات تحدث عن مشروعات بقيمة 173 مليار جنيه. تمام. هل تكفي لعملية الإحلال والتجديد وإنشاء ما هو جديد في القطاعات المختلفة طبعا؟ طبعا هو الوزير بيتكلم على السكة الحديد وعلى الطرق الاثنين مع بعض. أي. وطبعا السكة الحديد كان في تقرير طلعته الوزارة وزارة النقل ان هم محتاجين مجملا حوالي 220 مليار لتطوير المرفق بشكل جذري، وطبعا الحكومة قدمت مشروع قانون لتعديل قانون السكة الحديد اتوافق عليه من مجلس النواب، وسمح لأول مرة في تاريخ السكة الحديد للقطاع الخاص بالدخول في شراكة وليست خصخصة، وبنكررها هي شراكة علشان الناس بتقول هم هيبيعوا السكة الحديد، هذا الكلام غير سليم. ولكن هناك فكر لإدخال السكة الحديد كسيرفيس بروفايدر، أو أن هو يشارك في الإدارة والتشغيل، وبالتالي يتم النهوض بهذا المرفق اللي عانى على مدار عقود من الزمن من إهمال وعدم صيانة وترهل، سواء في استحداث المزلقانات، نظم الإشارة، نظم الإشارات والتحكم، وطبعا بالإضافة لاستيراد جرارات جديدة، لأن احنا طاقة الجر اللي احنا شغالين بيها وصلت لحوالي 45% من الطاقة المطلوبة، لأن الجرارات متهالكة مر عليها فترات طويلة من الزمن تم إصلاحها أكثر من مرة، فأصبح دلوقتي الحاجة إلى أن يكون في عندي أدوات جر جديدة، لأن هي دي الشرايين الأساسية اللي نقدر نعتمد عليها في السكة الحديد. طبعا موضوع برضو نقل البضائع لا نغفله، والدولة شغالة على أنها تربط المواني البحرية بخطوط حديدية عشان يبقى في عندي سهولة في نقل البضائع من المواني لمناطق الإنتاج وإنشاء مواني جافة، وده هيقلل العبء على النقل البري وهيقلل لي الحمولات الزيادة، ممكن يقلل التكاليف كمان طبعًا خاصة بالنقل. طبعا لأن القطر بيشيل كمية كبيرة جدا من البضائع على عكس العربيات النقل أو النقل التقيل، والأهم من كده كمان أن هيكون في عندي فرصة أن أنا ألغي أو أوقف الحمولات الزائدة اللي بتؤدي إلى تلف شبكة الطرق في الوضع الحالي. فأنا لما هيكون عندي بديل يبقى مش لازم كل الحمولات تتنقل، لأن حاليا كل الحمولات بتتنقل بريا، فلما يبقى عندي السكة الحديد دخل التاني للخدمة بشكل جيد، ويبقى عندي سياسة النقل من الباب للباب كما كان في الخمسينات من القرن الماضي، وتعود السكة الحديد لما كانت عليه، كنا رقم 2 على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، دلوقتي احنا رقم 78 وبنهدف إلى أن احنا نرتفع ونرتقي بالمرتبة بتاعت السكة الحديد إلى أفضل من ذلك. من المفترض مشاكل إن هذه الكلفة أيضا داخل فيها خطط خاصة بالعنصر البشري أو تدريب العنصر البشري. يعني انت اثرتي نقطه انا ما كنتش عايز اتكلم فيها، السكه الحديد فيها ترهل وظيفي، فيها 72 الف مهندس وموظف وعامل، ويمكن وزير النقل قال بشكل صريح على في الاعلام ان هذا العدد كتير،
وإن في جزء منه تم تعيينه في فترة الثورة تحت ضغوط. وهذا العدد إحنا يعني يكفي إن المشاهد الكريم يعرف إن مرتبات العاملين في السكة الحديد 3 مليار و200 مليون في العام. طيب إجمالي ما تدخله السكة الحديد من نقل البضائع ونقل الركاب مجتمعين معا 3 مليار. يبقى إذن عشان تكفي مرتبات الناس فقط هي بتستلف من الدولة 200 مليون. ده معناها إن مفيش إحلال، مفيش تجديد، مفيش أي فرصة لإن أنا أعمل تطوير أو توسع في الشبكة. فهذا العدد اللي موجود أنا ما بقولش بقى في الظروف الحالية إن إحنا نسرح هذه العمالة، لكن كما قلت يا حضرتك لابد إن أنا أستفيد منهم لأن هم موارد بشرية ندربهم، واللي هيقدر إن هو يطور من نفسه يستمر معانا، واللي مش هيقدر الدولة تقدر تستفيد بيه في قطاعات أخرى مش لازم السكة الحديد. لكن أنا محتاج إن أنا أعمل يعني عايز أقول ثورة إدارية في هذه المنظومة علشان حتى الجرارات والعربيات الجديدة تجد من يستطيع أن يتعامل معها. ما هو ما ينفعش أشتري عربية جديدة وديها لسواق كل يوم بيعمل حادثة، يبقى لازم يكون عندي تطوير للعنصر البشري ونظم الإدارة والتحكم. مش كده وبس، ده كمان ما كانت نظام صرف التذاكر القطارات. دلوقتي في كتير من دول العالم حتى دول الجوار، بلاش نتكلم عن المجتمع الغربي، بقى في أبليكيشن على السمارت فون تقدري انك تحجزي تذكرة القطر بتاعتك وتدفعي، او لو حتى مش كل الناس معاهم فيزا عشان يدفعوا ممكن يبقى في مكتب فوري او خلافه نقدر ان احنا بسهولة شديدة نحصل على تذكرة القطار في الوقت اللي احنا عايزينه من اقرب مكان للمواطنين. فده جزء مهم جدا. دكتور حسن، النقل البحري والنهري مصر طبعا بطول شواطئها، صحيح طبعا، ونهر النيل يمتد مش بس في مصر لكن كمان احنا ممكن ننزل بيه لافريقيا. صحيح، واحنا بدانا في موضوع الربط مع افريقيا مع السودان في موضوع النقل السككي او السكه الحديد، ويمكن يعني ده خبر اسعدني بشكل مباشر، يعني لان انا لما هربط نفسي باسوان حديديا ممكن اكمل بعد كده باقي دول القاره السمراء. لكن نهر النيل طبعا والنقل البحري كما اشرت يا حضرتك النقل ليه وسائط او ادوات، الادوات دي منها النقل البري ومنها السكه الحديد ومنها النقل النهري ومنها النقل البحري وطبعا منها كمان النقل الجوي، وان كان النقل الجوي تبع وزاره الطيران في الوقت الحالي، لكن احنا بنقول النقل النهري والنقل البحري عناصر مهمه جدا صديقه للبيئه. مصر حباها ربنا بنهر النيل ولابد ان انا استفيد من هذه الموارد أو الطبيعية في أن أنا أقدم خدمة نقل جيدة. أنا بأعول على نهر النيل في نقل الركاب في الوقت الحالي أن يكون في عندي خطوط ليست للنزهة ولكن خطوط نقل منتظمة المواعيد وبتكلفة مناسبة بين المحافظات وحتى داخل المحافظة. يعني أنا لو بتكلم على أقليم زي القاهرة الكبرى لو أنا عندي وسائل زي ما كان في الأتوبيس النهري بس ما يبقاش للفسحة ولكن يبقى بجدول مواعيد أقدر جميع. أن أنا أستخدمه في النقل الجماعي ويكون منافس للمترو ومنافس للميني باص والأتوبيس، هيجد جمهور وهيجد يعني مرتادي هذه الخدمة. أما بالنسبة لنقل البضائع فطبعا نهر النيل بيبقى عنده مشاكل وقت في مواسم معينة زي السدة الشتوية بيكون في المنسوب بتاع المياه منخفض وبيكون الغاطس غير كافي لتسيير وحدات نقل بضائع، لكن يمكن في الفترات اللي يسمح بيها بتمرير ناقلات للبضائع أن أنا أستخدمه حتى في نقل السلع الاستراتيجية زي الغلال والمواد التموينية والمواد اللي هي ما بتتلفش بسرعة لأن الرحلة في نهر النيل بتاخد وقت أطول طبعا من النقل البري بالتريلات على الطرق. كذلك الحال بالنسبة للمواني البحرية، الدولة بتطور في هذه المواني، هناك كثير من المواني الجاري إنشائها يمكن المشاهد الكريم ما سمعش عنها، منها ميناء جرجوب البحري في منطقة النجيلة تابعة لمحافظة مطروح. هذا الميناء ميناء يعني نفتخر به جميعا بأرصفة بحرية حديثة متعددة الاستخدامات. كذلك الحال في ميناء شرق بورسعيد، جاري تطوير أرصفة الميناء وإضافة أرصفة متعددة الاستخدامات، وخصوصا بعد ما ربنا أكرمنا بالغاز وممكن أن احنا نكون مركز خدمات للغاز الطبيعي فلابد أن تكون المواني البحرية مؤهلة لذلك. النقل مش هيقتصر على داخل مصر فقط بالزبط. لكن كمان كممر ممر واللوجستيات اللي موجودة في المنطقة، وإحنا بنهدف كمان من تطوير وتنمية إقليم قناة السويس أن يكون في عندي مناطق لوجستية ويعني القيمة المضافة. ماذا تعني المواني الجافة يا دكتور حسن؟
الموانئ الجافة أن أنا بفرغ الحمولات اللي موجودة في الموانئ البحرية بخطوط حديدية أو بنقل بري، لكن أنا بفضل الخطوط الحديدية ووديها إلى مناطق قريبة من المناطق الصناعية. بتبقى كلمة جافة أنها غير محاطة ببحار أو أنهار، وبالتالي أنا باخد الحمولة أو البضائع من الميناء البحري أوديها إلى هذه المنطقة، يتم بقى استكمال الإجراءات من الحجر الطبي أو إذا كان في جمارك أو إذا كان في أي إجراءات ورقية تتم كما لو كانت في الميناء العادي جدا. إنما أنا الهدف منها أن أنا أفرغ الزحام اللي موجود داخل الميناء البحري حتى لا تتراكم البضائع على أرصفة هذه الميناء ويتم تفريغها بشكل مباشر، لأنها تكون في عدد من المواقع الحقيقة على مستوى الجمهورية، السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب. لو تلاحظي كلها مدن صناعية، يعني السادس من أكتوبر فيها مدينة صناعية ومنطقة صناعية، العاشر من رمضان طبعا من أكبر قلاع الصناعة، عندنا كمان برج العرب، هناك برج العرب الجديدة، في مناطق صناعية ومصانع كثيرة. كل هذه المناطق الصناعية بيبقى في مستلزمات إنتاج بتيجي من الخارج، فبدل ما استنى في الجمارك وفي الميناء البحري حتى أنهي الإجراءات، بيتم نقلها معقمة يعني مغلقة وتتفتح في هذه المناطق ويتم فرزها وإجراء كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنها في هذه الموانئ. هل ده اللي ساهم بشكل أو بآخر في تقدم مصر في مؤشر التنافسية العالمية؟ طبعا احنا الحمد لله تقدمنا في مؤشر التنافسية العالمية في مجال الطرق من 118 ل 75، والفضل في ذلك للمشروع القومي للطرق. والمشروع القومي للطرق طبعا مما لا شك فيه أنه هو غير في خريطة مصر، لأن في محاور كتيرة جدا أدت إلى تنمية مستدامة. 1.5 مليون فدان ما كناش في الاستصلاح الزراعي ما كناش نقدر نبدأ فيه من غير ما يكون في شبكة طرق، كذلك الحال في تنمية المناطق الصناعية واستغلال الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة عشان زي ما قلت لحضرتك نقدر ننتشر أفقيا، يمكن أهمها العاصمة الإدارية الجديدة لما هننقل الوزارات والمصالح سيجد المواطن انفراجه داخل إقليم القاهرة الكبرى. طيب احنا بنتكلم عن مناخ للاستثمار ايضا في مجال النقل، سواء من خلاله لتنشيط الاستثمار او حتى في جذب مستثمر. صحيح. للاستثمار في داخل القطاع ده. يعني هو النقل قاطره للتنميه، والمستثمر مش هيجي الا لما يكون في بنيه اساسيه جيده، سواء مستثمر الداخل او الخارج. لان انت لما تيجي تجيبي مستثمر تديله ارض في الصحراء وتقولي له اتصرف انت، طب ما هو هيبقى فيه عبء كبير جدا على انه يقدر يشغل هذه المنطقه سواء صناعيا او زراعيا او حتى عمرانيا. فالدولة علمت ذلك وأخذت على عاتقها بتوجيهات من القيادة السياسية أن احنا نبتدي يكون في عندنا بنية أساسية للمواصلات والنقل بشكل جيد. استثمرنا احنا بشكل مباشر في النقل، دفعنا 84 مليار جنيه في المشروع القومي للطرق اللي هدف إلى إضافة 7000 كيلومتر طولي. السكة الحديد، وزير النقل بيتكلم على السكة الحديد وشبكة الطرق 173 مليار. يعني إذن هناك استثمارات كثيرة، وسيجد القطاع الخاص كمان يعني أكثر من فرصة للدخول في شراكة مع الدولة، كما أشرت لحضرتك أن قانون السكة الحديد اتغير وسمح للقطاع الخاص أنه يدخل في شراكة مع الدولة في تطوير وتشغيل هذا المرفق. فإذا هتبقى الموضوع وين تو وين سيتويشن، أنا كدولة أكسب والقطاع الخاص يشتغل معايا، وهقدر كمان أن أنا أوفر لوجستيات جيدة تجذب مناخ الاستثمار، ويبقى في عندي فرصة للتنمية وتحسين الاقتصاد المصري. يبقى شعور المواطن بتخفيف الازدحام بعناصر الأمان المتوفرة. صحيح. أو سبل الراحة حتى في الحياة اليومية. من يخرج خارج مديناته، وسائل النقل الجماعي في مصر محتاجة يمكن طفرة. لو بتتكلمي على النقل داخل المدن طبعا هو في مشاكل، النقل داخل المدن في مشاكل، لكن من يخرج إلى الطرق الجديدة التي تم إنشائها من خلال عمل أو من خلال سفر بيجد منظومة أخرى بأعلى معايير الجودة والسلامة. لكن داخل المدن هناك طبعا الموضوع مرتبط بالمحليات ومرتبط بي، لأن هو مش مدار من خلال وزارة النقل. يعني لما تكلمي عن هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى، دي ما تتبعش وزارة النقل ولكنها تتبع محافظة القاهرة، لكن هناك قانون بيتأمل وهناك جهاز تحت الإنشاء اسمه جهاز تنظيم النقل. وإذا رأى هذا الجهاز النور بمشروع قانون وتوافق عليه في مجلس النواب، سيكون هناك تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة. لما تيجي شركة من الشركات الجديدة اللي عايزة تشتغل معايا لتقديم خدمة نقل عام وجماعي، هيبقى في تصريح ليها من خلال هذا الجهاز، وبالتالي مراقبة أداء الخدمة اللي بتقدمها. وأعتقد أن ده سيصب بشكل كبير في مصلحة المستخدم أو المواطن المصري، مش بس حتى في المدن الكبيرة، يمكن كمان في أبسط الطرق جوه القرى أو حتى المراكز. طبعا محتاجة طبعا محتاج شغل كتير طبعا.
دكتور حسن، إلى أي مدى بترى قطاع النقل والمواصلات فيما هو قادم الطفرة الحادثة سواء الحالية أو ما يمكن أن يحدث في السنوات القريبة القادمة؟ شوفي، هو يعني هناك طفرة في مجال أو النقل لا ينكرها إلا جاحد. بدأنا بالمشروع القومي للطرق، ويمكن ده كان يعني بهدف أن أنا يبقى في عندي تنمية مستدامة في كافة المناحي. تنبهت الدولة إلى أن النقل مش فقط مشروعات طرق، فدخلت تطور السكة الحديد. وأنا برضو بأشفق على المسؤولين في الحكومة في الفترة الحالية، لأن هم توارثوا مشاكل من عقود قادمة. يعني السكة الحديد المشاكل اللي فيها ليست وليدة اليوم، ولكنها على مدار عقود من الزمن بتنتقل من حكومة إلى أخرى، حتى أصبحنا أن المرفق على شفا الانهيار وكان لابد من حلول جذرية. إحنا واجهنا مشكلتنا في كتير من المناحي، منها الكهرباء اللي كانت بتقطع بشكل يومي، وبقى عندنا دلوقتي فائض في الكهرباء، وإن شاء الله بعد محطة الضبع النووية يبقى عندنا كمان قدرة على تصدير الطاقة الكهربائية. في الطرق كان عندنا مشاكل كتير جدا في أن إحنا نوصل لأراضي جديدة عشان نستصلحها أو نبني مدن جديدة، فهذا الكلام أصبح دلوقتي في حلول موجودة، لكن هي ينقصها أنها تكون في إطار خطة متكاملة. يعني في جهود كثيرة لجهات مختلفة في الدولة، سواء وزارة النقل أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لهم منا كل التحية والإجلال، لأنهم بيشاركوا في مشروعات التنمية وحتى في قطاع النقل، بيشاركوا في الطرق وبيشاركوا في إصلاح شبكة الطرق القديمة وبناء طرق جديدة. فإذا تكاملية الجهود اللي موجودة هي دي اللي احنا بنعول عليها في الفترة اللي جاية، حتى يكون لدينا بلان واضح. يعني أنا نفسي كمان أنظمة النقل الحديثة إن شاء الله هتطبق على الطرق السريعة. كلنا سافرنا برا وشفنا المواطن في النقل الجماعي ممكن يبقى معاه تيكت واحد يركب بيه القطر ويركب بيه المترو ويركب بيه الميني باص، ودي هتقلل من التكلفة المالية على المواطن، إن أنا بدل ما بدفع في المترو وبدفع في الميني باص وفي الأتوبيس، لما هطبق منظومة النقل الذكية وأقدر يبقى في عندي إلكترونيك تيكت أستخدمه في أكتر من حاجة. نفس الكلام في تحصيل الرسوم على البوابات، بدل ما المواطن هيقف علشان ياخد تيكت في محطة تحصيل الرسوم، هيتم ذلك أوتوماتيكي أو آليا، بحيث إن بيبقى في شريحة ملزوقة في الإزاز زي كارت الفيزا بتعدي العربية، فبتتسجل العربية عدت إمتى وهل هي ساعة الذروة ولا لا، لأن ده بسعر وده بسعر تاني. فيقدر إن كل دون هيبقى ليه مردود على الطرفين، على المواطن، والدولة تستطيع أنها تأخذ يعني الرسوم المطلوبة بشكل بما أكثر. بما أننا تحدثنا عن التكنولوجيا أو حتى ليها دور كبير التكنولوجيا الاصطناعي في مجال أنظمة النقل الذكية، يمكن كمان بعض المشاهدين شاهدوا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو حتى مواقع الإنترنت اليابان وما حققته من طفرة في إيجاد أتوبيس يسير دون سائق أو دون حتى كمساري داخل الأتوبيس. هو موضوع، هل ده ممكن تطبيقه ولا محتاج نوع من التكنولوجيا مطبقة في الشوارع وفي الطرق، مش بس حتى في الوسيلة نفسها والتحكم عن بعد؟ هو محتاج بنية أساسية إلكترونية. يعني علشان تطبقي نظام إلكتروني لازم يبقى عندك الإلكترونيك إنفايرومنت، والدولة شغالة على إنشائه دلوقتي. أبسطها أن يكون في عندي كاميرات لمراقبة المسارات اللي هيبقى فيها هذا الكلام، وأقدر أن أنا كمان أعمل حارة مخصصة للأتوبيس، واللي هيخالف ويستخدمها أقدر أن أنا أديله بنالتي أو مخالفة. فكل دون وتطبيق قانون المرور الجديد وإعطاء النظام النقاط، كل دون هقدر أن أنا أتحكم فيه لما يبقى عندي بنية أساسية إلكترونية كافية. بالنسبة لاستخدام القطارات أو الأوتوبيسات بدون يعني شخص بدون سائق أو بدون شخص يدفع يلم الأجرة داخل الوسيلة اللي هو بيسموها الكمساري دلوقتي، ده موجود من الثمانينات. يعني أنا درست في أوروبا برا، كنت بحط العملة في المكنة أخد التيكت وأعمل أكتيفيشن للتيكت أو أفعله يعني من خلال مكنة جوه القطار أو جوه الميني باص أو الأوتوبيس، ولا يوجد كمساري او حد. ده صعب. لا طيب لا مش صعب، هو بس اولي حتى نقدر ندخل بيه كبايلوت بروجكت، مشروع تجريبي، لكن هو برضه لازم ثقافه المواطن تتغير، لان الموضوع الفهلوه وان انا بضحك على الدوله، لا انت بتضحك على نفسك، لان الدوله بتوفر لك الكلام ده، فلو انت ما دفعتش التكلفه بتاعت استخدام الخدمه مش هتقدر الدوله انها تستمر في تقديم هذه الخدمه. فاضعف الايمان ان انا احاول، وطبعا الخدمه مدعومه عشان المواطن يبقى عارف، حتى تذكره المترو في سعرها الحالي
الحالي لازال مدعوم، تذكرة الميني باص والأوتوبيس لازالت مدعومة. يعني احنا شايفين ان اسعار الوقود على مستوى العالم، لسه كان في احتجاجات في فرنسا من ايام بسبب زيادة اسعار الوقود، فاحنا يعني الدولة بتتحمل هذا الفرق وبتحاول انها لا تؤثر على حياة المواطن بالشكل الكبير. يمكن التطبيق في مترو الانفاق او طبعا ده هو مترو الانفاق الاساس في الموضوع. إن احنا بنتكلم تيكت واحدة بيشتريه من، لا انا بتكلم عن فكرة الذكاء الصناعي اللي هو أنظمة النقل الذكية. أنظمة النقل الذكية سهل تطبيقها في المترو. اتكلمت عن بنية أساسية وتحتية واتكلمت كمان عن مسارات خاصة. صحيح فيمكن مترو الأنفاق، مترو الأنفاق محكوم المسار وأقدر أن أنا أعمل فيه هذا الكلام وأقدر أن أنا أطبق كمان. يعني مثلا دبي عاملة بالإضافة، إحنا عندنا عربية للسيدات في المترو، يعني هم عاملين عربية اسمها الجولدن كار في كل القطارات بتاعت مترو أنفاق دبي، دي بتبقى غير مدعومة. يعني لو أنا بدفع مثلا 10 صاغ ممكن هنا تبقى جنيه، مين اللي بيركبها؟ اللي هو مالك السيارات. ودي مش عنصرية ولا حاجة، لأن أنا ممكن أكون معايا عربية بس مش عايز أركب المترو لأن مش هلاقي مكان أو هيبقى زحمة، فلما هوفر له مكان هيركن عربيته ويستخدم المترو وبالتالي يقلل لي الزحام في الشوارع، وأنا كدولة هستفيد من أن أنا هيكون في عندي كأنها بالضبط درجة أولى ودرجة تانية في القطار. يعني أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس. شكر لحضرتك. شكرا. تحورنا حوارنا الأول، الحوار الثاني عافي فن الإنشاد الديني والمديح النبوي الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي المبتهل بإذاعة القرآن الكريم، ضيف الكريم. يعد فن الإنشاد الديني والمديح النبوي من العادات الروحانية التي ارتبط بها الجمهور عبر سنوات طويلة، حيث شكل القراء والمنشدون علامات فارقة في تاريخ مصر ووجدانها، والابتهالات والتواشيح فن مصري خالص متأصل في وجدان المصريين منذ آلاف السنين، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بحب الله والتقرب إليه وبالصفاء الروحي والسمو بالذات. وتطور هذا الفن وتعددت أشكاله على مر العصور، وأصبحت الابتهالات والإنشاد الديني أفضل أنواع الأداء الموسيقي سواء في أسلوب الأداء أو في المقامات. ويدخل فن الابتهالات والتواشيح ضمن أنواع المدائح المختلفة ما بين الشعر الصوفي أو الديني، وتكون التواشيح الدينية بين الشيخ وبطانته، أما الابتهالات فتكون بالارتجال والألحان الفورية، والغناء الديني يكون إما بالعربية الفصحى وإما بالعامية. وأيضا المديح الشعبي الديني الذي ينتشر في صعيد مصر والأقاليم، والابتهال يكون دون آلات موسيقية ويعتمد على التنوع في مخاطبة الناس من خلال مقطوعات قصيرة كذكر أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، بينما يصاحب الإنشاد الآلات الموسيقية ويكون بقصيدة شعرية كاملة. ويؤكد المنشدون أن المدائح النبوية تلعب دورا رئيسيا في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة التطرف والإرهاب وإرساء القيم الأخلاقية، وشددوا على أن هذا اللون الفني بالغ الأهمية لدوره في تعليم الناس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وغرس قيم التسامح والمثل العليا التي رسخها نبي الإسلام في محطات حياته كلها. وينصح البعض ضرورة اقتداء المداحين والمنشدين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع إجادة اللغة العربية ومخارج الحروف وأحكام التجويد وعلم الموسيقى بما يسهم في استمرار هذا الفن والحفاظ عليه.